فدك وكيف انتقلت إلى الزهراء، وما هي الأدلة التي احتجت بها الزهراء على ملكيتها على فدك، أو ما هي الوسائل التي احتجت بها الزهراء أو الأدلة؟ أولا، ما هي فدك؟ هي قرية في الحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، وكتب البعض أنها تبعد عن المدينة 140 كيلومتر، فيها نخل كثير، فيها عين فوارة، كانت تعد مركزا مهما لليهود بعد خيبر. كيف انتقلت إلى الرسول وبعد ذلك انتقلت إلى الزهراء سلام الله عليها؟ انتقلت بعدما حقق المسلمون الانتصار العظيم في خيبر، دخل الرعب في قلوب يهود فدك، فأرسلوا إلى النبي يريد أن يصالحوه على أن يعطوه نصف فدك. هي ما كان انتصار عادي يا مؤمن، خيبر ما كان انتصار عادي أو انتصار بسيط، لا، انتصار عظيم في خيبر. أنا ما أريد أحول الحديث على خيبر، ولكن أذكر لك موقفا واحد. أنت تتخيل أمير المؤمنين عندما اقتل بعدما اقتل أبا خيبر تترس به، وبعدما تترس به دحاه، يعني شنو دحاه؟ يعني زج في الهواء. لذلك أحدهم يقول إحنا ما تعجبنا من فتح خيبر على يد أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل تعجبنا من رميه الباب 40 ذراعا خلفه. هذا العجب. يقول بل تعجبنا من رميه الباب 40 ذراعا خلفه. على كل حال، هذا الانتصار أدخل الرعب في قلوب يهود فدك، أرسلوا إلى النبي يريد أن يصالحوه على أن يعطوه نصف فدك. فإذا انتقلت هذه الأرض إلى رسول، انتقلت الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. من أي الأقسام؟ غنائم، أنفال، أو ما يحيى حال الفتح، أو ما شابه ذلك في مضمون ما جاء. من أي الأقسام؟ من أي الأقسام؟ مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فهي من قسم الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، ذكر اسم الله للبركة، فهي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يتصرف فيها كيف يحب، خالصة لرسول الله. نزلت الآية وآتِ ذا القربى حقه، وآتِ ذا القربى حقه. النبي يستفسر من جبرائيل شنو المقصود بذوي القربى؟ المجموع لا واحد. قال له إن الله يأمرك أن تعطي فدكا بلغة لفاطمة عوضا عما أنفقته أمها في سبيل الله. خديجة سلام الله عليها، خديجة صلوات الله وسلامه عليها، شقد كان من عدم الأموال ودعمت النبي صلى الله عليه، دعمت الدعوة الإسلامية، شقد شيء يفوق الوصف. يذكر المؤرخون ما من بيت من بيوت مكة إلا وكان يضارب بأموال خديجة. وبعد ذلك تنتقل إلى حياة الزهد والتقشف، حياة التواضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، زين، الوسائل اللي اتخذتها الزهراء سلام الله عليها. اولا، هذا الكلام طويل اخواني، وانا احاول اختصر واستعجل في طرح النقاط لان المجال لا يسع لمثل هذه الموضوع متكامل، بحث متكامل عن فدك، وهذا نقطه او جزء صغير من هذه الظلامة، وهي مسألة غصب فدك
وهنا الكلام طويل ولكن نختصر الكلام. الوسيلة الأولى الزهراء اتخذتها مسألة النحلة. مسألة النحلة شنو؟ النحلة، النحلة في اللغة العطية، أنحله أعطاه. قالت اليوم الزهراء في مضمون كلامها صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، قالت اليوم هي أنحلنيها أبي صلى الله عليه وسلم، عطية من أبويا رسول الله. ردت مسألة النحلة، ردت. نجي للوسيلة الثانية. الوسيلة الثانية وسيلة اليد، مسألة اليد. أنت تعرف يا مؤمن بأن اليد أمارة على الملكية. أمارة يعني شنو؟ علامة. اليد علامة على الملكية. أدله له أنت تتصرف في شيء معين، زين، مو أمارة على ملكيتك له، علامة على ملكيتك له. إيش قد كانت فدك تحت، تحت الزهراء، تحت يد الزهراء؟ 6 سنوات فداك تحت يد الزهراء 6 سنوات. فهم المفترض هم يأتوا بالشهود، هم يأتوا بالشهود، ولكنهم قلبوا المسألة، طالبوا الزهراء بالشهود. البينة على من ادعى، لكنهم قلبوا المسألة، قالوا للزهراء أين الشهود؟ شهود جاء أمير المؤمنين وجاء الحسن والحسين سلام الله عليهم، جاءت أميمة، قالوا الحسن والحسين فرع، وشهادة الفرع إلى الأصل ما تجوز. عجيب. وهنا أيضا كلام واستطراد في هذا، في هذه الجملة. قالوا وأما علي فإنه يجر النار إلى قرصه، وأما أم أيمن فهي امرأة عجمية لا تفقه ما تقول. عجيب. التفت هنا يا مؤمن، لا بد أن تدرك مسألة مهمة. طلب الشهود على القرآن هو تجاوز على روح القرآن الكريم. أدل ولا هذا كلام من عندي أم أنه حقيقة موجودة؟ القرآن يثبت العصمة وأنت طالب بالشهود، متعدي على القرآن؟ القرآن يثبت العصمة، الروايات توضح عصمتها، عصمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأنت تطلب شهود على الزهراء، أمر فيه تعدي على القرآن، أمر هو تعدي على القرآن الكريم. نعم.